نعطي المثل إذا بدنا ننزل نكسر الطرقات؟ كيف بدنا نعطي مثل إذا بدنا نكب الزبالة من السيارة؟ كيف بدنا نعطي مثل إذا ما بنسلم على جيراننا؟ فاليوم نحن بدنا نبلش التغيير من عنا، بدنا نحن نحترم بعض، وكل لبناني بده يجمع بعض. الديانات عم بتقسمنا والطوائف عم بتفرقنا واهلنا ما عم بيجمعونا لبعض. طب المجتمع المدني لازم يجمع كل اللبنانيه، ما بقى نتطلع ببعض انه هيدا مسلم مسيحي سني شيعي عوني حريري. خلينا نتطلع انه نحن كلنا لبنانيه. يعني نحن 40 سنه فكرنا بس بحالنا، كلنا طوائف واديان وسياسه واحزاب ومدارس، كل واحد فكر بحاله. طب مين فكر بلبنان؟ ما كتير ناس. ما بدي انا لا انزل انتخابات ولا بدي بالسياسه. ان شاء الله السياسه تتغير بكل لبنان، بكل عقليه اي مواطن لبناني، لهو ينزل ينظف، هو ينزل يحترم، ما ينطر غيره يحترمه. اليوم بدك غيرك يحترمك، بدك انت تحترميه. انا بروح على كل المناطق بلبنان بقول لهم انا مواطن لبناني، ما بدي اقول لهم شو ديني وشو سياستي وشو طائفتي وشو، هيدا بيني وبين حالي. هذه هي رسالتي للسياسيين، لرجال الدين، للمدارس، للجامعات. ما تفكروا تكونوا بس تلاميذ، كونوا مواطنين صالحين. ما تفكروا تكونوا رجال دين، كونوا مواطنين صالحين. ما تفكروا تكونوا اصحاب بنوك مليارديريه او اصحاب شركات، كونوا مواطنين صالحين. بدنا نغير الحكم. ما غيرنا سياسيين، اجا غيرهم، اجوا تغيير، اجوا ما بعرف مين، كلهم بعدنا عم في يمكن الناس احسن من غيرها، بس بعد ناطرين. اليوم نحن بننزل 5 مليون مواطن نهار احد بالشوارع مننظف لبنان. خلصنا من التنظيف، فينا نبلش نحترم بعض. خلصنا من الاحترام، ساعتها بنجتمع بنقول تعوا يا جماعه، ما زال ما في عندنا كهرباء، اذا كل واحد حط 10 دولار هذه 50 مليون دولار، نشتري اول مكنه لنمد كهرباء. منا صعبه. سو اليوم ما عم نفكر نحن بدنا نظبط بلدنا.